السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل التدريبات المراجعة النهائية اللي موجودة في نهاية كتاب بيت باي بيت ترم أول 2024. هنحل 7 أكتيفيتيز، 7 تدريبات اللي هم آخر 7 تدريبات في الكتاب، صفحات من 295 إلى آخر الكتاب صفحة 313. Let's get started. هنبدأ بأكتيفيتي 6، التدريب السادس، بيج 295 صفحة 295. Listen and complete، استمع وأكمل. نسمع مع بعض نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. داليا، مونا and نوها are friends. Today is Dalia's birthday. They are decorating the birthday cake. They have candles for it too. Noha is sending the email invitations. بيقول لنا داليا ومنى ونهى أصدقاء، النهاردة عيد ميلاد داليا، فهم بيزينوا التورتة بتاعت عيد الميلاد، كمان هم معهم شموع ليها. نهى بترسل الدعوات عبر الإيميل. طب أول سؤال، داليا ومنى عند نهى أر إيه؟ كلهم إيه؟ فريندز، أصدقاء. They are decorating the birthday cake، بيزينوا تورتة عيد الميلاد. نوها is sending the email invitations، نوها بتبعت الدعوات عبر البريد الإلكتروني. invitations يعني ايه؟ دعوات. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. what Amr's plans for this week، يعني ما هي خطط عمر لهذا الأسبوع؟ طبعا خطط عمر دي جمع، يبقى نقول what or. I need to clean my teeth. احتاج ايه عشان انظف سناني؟ احتاج توسك، قلم الاسنان، شامبو، الشامبو، ولا برفيوم، برفان، ولا توث بيست، معجون اسنان عشان انظف بيه اسناني. هاني usually to school by bus. هاني عادة بيذهب المدرسة بالاتوبيس. الجملة في زمن المضارع البسيط، عرفنا من ظرف التكرار usually عادة، ولما بنكون في زمن المضارع البسيط مع المفرد بضيف اس او اي اس في الفعل اللي بيجي بعده، يبقى نقول هاني يوجوالي، هاني عادة بقى نقول ايه؟ goes to school by bus، عادة بيذهب الى المدرسة بالاوتوبيس. it's helpful، يعني حاجة بتفيد جدا. to down a list، ان انت تدون قائمة of what you want to do، بالاشياء اللي انت تريد ان ايه تفعلها. طيب يدون اسمها write down. Where you at school yesterday؟ هو انت كنت في المدرسة امبارح؟ فيقول yes I ايه. طب هنا السؤال ب where you، where you دي لما اجي اجاوب تتقلب ب yes I was او no I wasn't، تمام؟ يبقى where you at school yesterday، كنت امبارح في المدرسة، هتقول ايه بقى؟ yes I was، ايوه كنت في المدرسة. A or an studies old objects، بيدرسوا الاشياء القديمة. that they find under the ground، اللي بيلاقوها تحت الارض. مين اللي بيدرس الأشياء اللي بيلاقيها تحت الأرض؟ الإنجينير، المهندس، لا. البيت، الطبيب البيطري، لا. الأركيولوجيست، طبعا ده اسمه عالم الآثار، هو دوت اللي بيدرس الأشياء اللي بيستخرجوها من تحت الأرض، من آثار وحاجات بتاعت القدماء يعني. وفارمر، المزارع أو الفلاح. الأركيولوجيست اللي هو عالم الآثار، بيدرس الأشياء القديمة اللي بيستخرجوها من تحت الأرض. طب I didn't give my friend، أنا لم أعطي صديقي بوكس. He has enough books. صديق عنده كتب كافية، لم أعطيه أي كتب. تمام كده، هنا الجملة فيها نفي، يبقى هستخدم أي. أي يعني أني. طبعا مش هقدر استخدم some بمعنى بعض لأن الجملة منفية و some بتستخدم في الإثبات. كمان مش هقدر استخدم much عشان much بتستخدم مع الكمية وهنا الكتب بتتعد. و a lot محتاجة of. Okay؟ يبقى أنا عندي هنا مش هقدر استخدم غير أني بمعنى أي. طب my neighbor، جاري، is very a، جاري بيكون ماله. he is worried about talking to people، هو بيبقى قلقان ان هو يتحدث مع الناس. يبقى جاري ده ايه؟ friendly، ودود، nervous، متوتر، shy، خجول، ولا bad، سيء؟ لا، هو واحد بيتكسف يتكلم مع الناس، يبقى هو خجول، shy، بيقلق لما يتكلم مع الناس، يبقى ده خجول، shy. read and match، اقرا وصل. وقلنا لما يجينا سؤال الماتش انا لازم اقرا الجهتين كويس قوي قبل ما اوصل اي حاجه عشان ما يحصلش اي لخبطه. Okay. طيب هنا بيقول لك I am hanging up، أنا بعلق the streamers for my sister، أشرطة الزينة لأختي. يبقى number one هنوصلها بدي.
Number two, I am studying hard. أنا بذاكر بجد for my exams, لامتحاناتي. Number two بـ A. How was, كيف كان your trip, كيف كانت رحلتك؟ يبقى number three بـ E, كيف كانت رحلتك القصيرة؟ طب, do you like riding on, هل تحب ان انت تركب the roller coaster, قطار الرعب at the theme park, في الملاهي, تحب تركب قطار الرعب في الملاهي؟ Number four, هنوصلها بـ B. قلبنا الصفحة page 296, صفحة 296, read the text, اقرأ النص أو اقرأ القطعة and answer the questions, وأجب على الأسئلة. My name is خالد, اسمي خالد. My birthday is the most special day in my life. يوم عيد ميلادي هو اليوم الأكثر تميزا في حياتي. أكثر يوم مميز في حياتي هو يوم عيد ميلادي. I love my birthday, بحب عيد ميلادي. When my parents, عندما والداي give me gifts, يعطوني هدايا. On that day, في ذلك اليوم. This year, هذا العام, I got a bicycle. أنا حصلت على دراجة for my birthday, لعيد ميلادي. And it is the best gift. ودي كانت أفضل هدية in my life, في حياتي. My birthday celebration, احتفال عيد ميلادي, starts, بدأ early, مبكرا. I wake up early, أنا استيقظت مبكرا. And get ready, واستعدت for school, للمدرسة. I wear special clothes, ارتديت ملابس مميزة خاصة. For my birthday, لعيد ميلادي. My classmates, يعني زملائي في الفصل, sing غنولي happy birthday, عيد ميلاد سعيد. For me, من أجلي. And I gave chocolate to everyone, وأنا اديت شوكولاتة للجميع. The real party starts, بقى الحفل الحقيقي بدأ. At home, في البيت. In the evening, في المساء. And all my best friends come, وكل أصدقائي المفضلين حضروا. أول سؤال بيقول لك this year خالد got a A for his birthday. السنة دي خالد حصل على إيه في عيد ميلاده؟ زي ما هو قال إن هو حصل على bicycle, على دراجة, يبقى bicycle. خالد gives A to his classmates. خالد أعطى إيه لزملائه في الفصل؟ أعطى لهم chocolate, شوكولاتة. Where does خالد celebrate his birthday? هو خالد بيحتفل بعيد ميلاده فين؟ طبعا هو قال إيه؟ At home, في البيت. يبقى دي إجابة number 3, ونكتبها كده في الفراغ, نكتب at home, في البيت. Who comes to the birthday? مين الذي حضر لعيد الميلاد؟ أهو وقال all my best friends come. تمام كده, بس احنا هنغير بس الضمير هنا, هنقول all, بدل my هنخليها his, all his best friends come, يعني أفضل أصدقاء لي كلهم إيه, أتوا أو حضروا لحفل عيد الميلاد. Complete the sentences, سؤال تصحيح, سؤال الجرامر. If you hit ice, لو أنت سخنت التلج, it melt, هيدوب. طبعا دي قاعدة F الحالة الصفرية, F بيجي بعدها مضارع بسيط, والناحية التانية مضارع بسيط. طب المضارع البسيط مع كل ضمائر بيجي الفعل في المصدر, بس مع هي وشي وإيت بحط S أو بضيف S في نهاية الفعل. يبقى لو أنت سخنت التلج إيت ملتس, هضيف S في نهاية الفعل بعد هي وشي وإيت. أوكي, هنا إيت أضفنا حرف الإس في نهاية ملت يزوب. My mom always make بسبوسة, ماما دايما بتعمل بسبوسة. طب برضك الكلام في المضارع البسيط, عشان في كلمة always دائما بتدل على المضارع الايه, البسيط. طب هنا ماما مفرد, يبقى اضيف اس في الفعل على طول. يبقى ماما دايما بتعد لنا بسبوسة, يبقى بدل make هنخليها makes, هنضيف اس في نهاية الفعل عشان الفعل مفرد. طب this is the song, هي دي الأغنية, who I like most, اللي بحبها أكتر حاجة. طب الأغنية دي غير عاقل, وإحنا خدنا ضمائر الوصل. لما أحب أعبر بكلمة الذي أو التي للعاقل بقول هو, لغير العاقل بقول which, للمكان بقول حيث المكان اللي هو where. طيب هنا الأغنية غير عاقل, دي الأغنية اللي أنا بحبها أكتر حاجة, يبقى نقول which, ما نقولش هو بقى بتاعت العاقل, نقول which, الغير العاقل, الذي أو التي الغير العاقل, which. طب how much lemons do we need for the lemonade, احنا محتاجين قد ايه, كام ليمون عشان نعمل عصير ليمون. طب خلي بالكم معايا ان الليمون بيعد, وكلمه much او how much بتيجي بمعنى كم الكميه, والليمون بيتعد, ما ينفعش اقول معاه how much, الليمون بيتعد بالوحده, يبقى اقول معاه كم عدد, كم عدد يعني how many, يبقى بدل much هتكتب many. لما تلاقي حاجه بتتعد يبقى اسال بايه, كم عدد how many.
Reorder the words to make correct sentences. أعد ترتيب الكلمات لتكوين جمل صحيحة. Have a lot of candles. We يعني نحن لدينا الكثير من الشموع. We have a lot of candles. We have a lot of candles. لدينا الكثير من الشموع. طب there any lemons or هل يوجد أي ليمون؟ يبقى نقول إيه؟ في أي ليمون أنت عندك؟ Or there any lemons? طب many have do brothers have you؟ كم عدد إخواتك؟ هنقول إيه؟ Have many brothers do you have؟ كم عدد إخواتك البنين الذين تملكهم؟ عندك كم أخ يعني؟ طب honey can please have I some؟ يعني هل يمكن أن أخذ بعض العسل من فضلك؟ Can I have some honey please؟ هل يمكن أن أخذ بعض العسل من فضلك؟ Can I have some honey please؟ في بيج 297 write a paragraph اكتب فقرة إنشائية of 50 words من 50 كلمة عن Egyptian flavors يعني النكهات المصرية الأطعمة المصرية وجايب لك هنا spices يعني التوابل وcooking الطبخ. هنتكلم عن النكهات المصرية والتوابل طبعا معذرة يعني أنا كتبت بخط قلم رفيع شوية بس عشان مفيش مساحة كبيرة لما اجي اكتب الباراجراف بسيب مسافة في البداية وببدأ بحرف كابيتال وما بين كل جملة وجملة بحط فول ستوب والحرف اللي بعد الفول ستوب بحرف كابيتال. We have lots of Egyptian flavors. احنا عندنا أطعمة مصرية كتير أو نكهات مصرية كتير. Egypt مصر is famous for مصر مشهورة its spices بالتوابل بتاعتها. The Egyptians المصريين use them بيستخدموهم in cooking في الطبخ. Restaurants المطاعم use them too بتستخدمهم أيضا. They also use spices أيضا بيستخدموا التوابل to make perfumes في صنع العطور medicines الأدوية and color clothes وكمان في تلوين أو صبغ القماش. Spices التوابل are sold بتباع in stores في المتاجر on streets في الشوارع and in the souks وفي الأسواق. My mom أمي likes بتحب using spices إنها تستخدم توابل in cooking في الطبخ. So لذلك her food طعمها is very delicious لذيذ جدا. بعد كده عندنا punctuate the following ده علامات الترقيم للآتي في كل واحدة فيها ثلاث حاجات عايزة تتغير. أوكي أنا بكتب الجملة كاملة وبحط شرطة تحت اللي أنا غيرته. أحمد and سمير are good friends. أحمد وسمير أصدقاء جيدين. عندنا أحمد أول حرف في الجملة بكتب أول حرف كابيتال وبعدين سمير ده اسم الشخص أكتب أول حرف كابيتال وفي الآخر هحط فول ستوب نقطة عشان دي جملة خبرية. طب how was your trip كريم؟ كيف كان حال رحلتك يا كريم؟ يبقى نقول how أول حرف كابيتال وعندنا هنا برضك كريم اسم شخص أول حرف كابيتال وهنحط بقى في الآخر إيه question mark علامة استفهام عشان ده سؤال. بعد كده عندنا activity 7 الاختبار او التدريب السابع page 297 صفحة 297 listen and write true or false استمع واكتب صواب ام خطأ. I am Ali. I am having an exam next week. I am studying hard for it at the moment. I don't worry about exams. I go outside and do some exercise too. It's good to relax and have fun sometimes. يعني صديقنا علي بيقول ان هو عنده امتحان الاسبوع الجاي هو بيذاكر بجد من في هذه اللحظه من اجل هذا الامتحان كمان بيقول هو مش بيقلق من الامتحانات ممكن يخرج بره البيت ويمارس بعض التدريبات الرياضيه شيء جيد ان انت تسترخي وفي بعض الاحيان تمرح. طيب اول سؤال بيقول لك علي is having an exam tomorrow هو بكره عنده الامتحان علي؟ لا قال لك next week الاسبوع القادم باول حاجه فولس خطا. He is studying hard هو بيذاكر بجد؟ اه ترو الكلام ده صحيح.
he always worries about exams. هو دايما بيقلق من الامتحانات. لا هو في القطعه قالك هو الولد بيقول I don't worry about exams، مش بقلق من اجل الامتحانات. يبقى الكلام ده فولس، لا هو مش بيقلق. It's good to relax، يعني من الجيد ان تسترخي. او true، الكلام دوت صحيح. Choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. The school I go is near my house، المدرسه التي اذهب اليها بالقرب من بيتي. طب خلي بالكم معايا، احنا كنا عارفين ان حيث للمكان هي وير، تمام؟ ده في حالة ان المكان ده بيكون بيحدث فيه شيء. لكن هنا اما اجي اوصف المكان ما استخدمش ايه وير مع المكان، استخدم which لما اجي اوصف المكان. طب هنا المدرسة مش بيحصل فيها حاجة، انا بقول دي المدرسة، تمام كده، ان المدرسة يعني بالقرب من منزلي، انا بوصفها. في حالة وصف المكان بستخدم which، ما بستخدمش وير. يبقى وير يستخدم معنى حيث للمكان، للمكان الذي يحدث فيه شيء. لكن لما اكون بوصف المكان اقول المدرسه قريبه، المدرسه بعيده، وهكذا، يبقى في الحاله دي بستخدم which. اوكي okay. طيب هاني هاز ا ايه ان هيز فوت، هاني عنده ايه في رجله؟ عنده بان، طاسه، بين الم حبر، بين الم تعب يعني، ولا بول حمام سباحه؟ لا عنده الم او تعب في قدمه، او في ايه، في قدمه. يبقى عنده بين. هاني هاز ا بين ان هيز فوت، عنده ألم في إيه؟ قدم. قلبنا الصفحة 298-298، مكملين في سؤال الاختيارات نمبر 3. How often، كم عدد المرات، you drink tea a day، اللي بتشرب فيها شاي في اليوم؟ فقالك twice a day، مرتين في اليوم. طيب طبعا الجملة هنا في زمن المضارع البسيط، مع you هحط الفعل المساعد do بعد أداة الاستفهام. يبقى أقول How often do you drink تي، كم عدد المرات اللي بتشرب فيها الشاي أدي في اليوم الواحد. طيب داليا is making a or an a of her favorite songs for her birthday tonight، النهاردة عيد ميلاد داليا بالليل، فهي بتقوم بعمل قائمة تشغيل بالأغاني المفضلة لديها. طب قائمة التشغيل اسمها ايه؟ اسمها playlist. هنا عندنا armchair، كرسي بمسندين، توث براش اللي هي فرشاة الأسنان، وفاير وورك يعني ألعاب إيه؟ نارية، أو لعبة نارية. طب listen، استمع. The baby on the second floor، يعني بنقول الولد بيبكي في الطابق الثاني. طيب خلي بالكم معايا، كلمة listen، استمع، من الكلمات الدالة على المضارع المستمر، يعني حاجة بتحصل دلوقتي. أقول لك اسمع كده، يبقى حاجة بتحصل دلوقتي. طيب في المضارع المستمر بعد الفاعل بجيب am أو is أو are، والفعل في ing. يبقى نقول the baby is crying، استمع، الطفل بيبكي في الطابق الثاني. My friend is very a، صديقي a، he is worried and isn't calm، هو قلق وغير هادي. يبقى صديقي دوت متوتر، متوتر يعني nervous. هنا polite مؤدب، happy سعيد، glad بردك مسرور، لا احنا عايزين متوتر nervous. tidy مرتب، is the opposite، tidy دي عكس ايه؟ opposite of a، messy فوضوي. طيب does your friend، هل صديقك offer you a drink، عرض عليك او بيعرض عليك مشروب، when you ate him، هل صديقك بيعرض عليك مشروب او بيقدم لك مشروب لما انت بتزوره؟ طيب انا عندي هنا when، ماشي، الحاله الصفريه بيجي يعني بعدها مضارع بسيط، والناحيه الثانيه مضارع بسيط برضو. يبقى هنا هجيب الفعل في الايه، في المصدر، when you visit him، هل صاحبك بيقدم لك مشروب لما بتزوره؟ read and match، اقرا وصل. did داليدا، هل داليدا find her book، وجدت كتابها، نمبر 1 هنوصلها بدي. the ship، السفينة، didn't leave، لم تغادر، the port، الميناء البحري، نمبر 2، نمبر 2 بسي. Egypt، مصر، is famous for its spices، مشهورة بتوابلها، 3 بA. How do you celebrate، كيف تحتفل، your birthday، بعيد ميلادك، يبقى هنوصل نمبر 4 ببي. Read the text and answer the questions، اقرأ قطع وأجب على الأسئلة. شرم الشيخ is a beautiful town in Egypt، شرم الشيخ مدينة جميلة في مصر. It is in the east of Egypt، تقع في شرق مصر. It has a nice weather، لديها طقس لطيف. Tourists، السائحين، from all over the world، من جميع أنحاء العالم، visit it، بيزوروها. ادي عايدة على شرم الشيخ. Every year، بيزوروها كل عام. شرم الشيخ has a lot of things to do، فيها حاجات كتيرة ممكن تعملها.
تورستس السائحين كان جو دايفنج ممكن يذهبوا للغوص ان ذا ريد سي في البحر الاحمر، زي كان جو شوبينج يمكنهم الذهاب للتسوق اد ديبارتمنت ستورز في المتاجر متعدده الاقسام المتاجر الكبيره يعني. تورستس ستاي السائحين بيقيموا ان هوتيلز في الفنادق. شرم الشيخ از ا جرين تاون، شرم الشيخ مدينه خضراء. ات هاز ا لوت اوف تريز، فيها الكثير من الاشجار. وشود كيب ذيس تاون كلين، ينبغي ان احنا نحافظ على نظافه هذه المدينه. Tourists say it's السائحين بيقولوا، نشوف الصفحة اللي بعدها. One of the most important towns to spend the winter holiday in، بيقولوا إن شرم الشيخ دي واحدة من أهم المدن اللي أنت ممكن تقضي فيها الأجازة في الشتاء. طيب شرم الشيخ has warm weather، لديها طقس دافئ in winter في الشتاء. People الناس in شرم الشيخ في شرم الشيخ are friendly ودودين. It's an important town for tourism، يعني إنها مدينة مهمة جدا للسياحة. طب أول سؤال بيقول لك شرم الشيخ is in the east of Egypt، شرق شرم الشيخ بتقع فين؟ في شرق مصر. In the east of Egypt، east يعني شرق، هنا west غرب، north شمال، وsouth جنوب، لا هي في الايست في الغرب، في الايه في الشرق دي يعني الشرق the east. طيب the underlined word، الكلمة اللي تحتها خط it هو أو غير العاقل refers to، بتشير لإيه؟ بتشير لشرم الشيخ. Where can tourists stay in شرم الشيخ؟ بيقعدوا فين؟ بيقيموا فين السواح في شرم الشيخ؟ طبعا زي ما قال لك في السطر الرابع في الفقرة، لو بصيت في الناحية التانية هتلاقيهم بيقول لك، تعالوا نشوف كده. Tourists stay in hotels، السائحين بيقيموا في فنادق، يبقى دي إجابة السؤال نمبر 3. هنكتبها هنا طبعا في الايه في الفراغ بتاع نمبر 3. طب نمبر 4 بيقول لك what do tourists say about شرم الشيخ، السائحين بيقولوا ايه عن شرم الشيخ؟ طبعا هنقول بيقولوا ان هي واحده من افضل الاماكن اللي ممكن ايه يقضوا فيها الاجازه الشتويه. طب تعالوا هاتوا الصفحه اللي قبلها وهنكمل في الصفحه دي. هنا قال لك tourists say it's، السائحين بيقولوا انها، شوف الصفحه اللي بعدها. One of the most important towns to spend the winter holiday in، واحده من اهم المدن اللي انت ممكن تقضي فيها الاجازه في الشتاء. يبقى طبعا نمبر 4 دي هنكتبها في الفراغ دوت من اول. tourists say it's، السائحين بيقولوا انها، ونكمل بقى السطر اللي احنا علمنا عليه لقيته فوق دوت، انها اهم المدن اللي انت ممكن تقضي فيها اجازه الشتاء. read and complete، اقرا واكمل. هنكمل الفقره باستخدام buildings، مباني. كمبيوتر يعني حاسب آلي أو كمبيوتر يعني. طب بلاي جراوند ملعب. و library مكتبة. My school is very big، مدرستي كبيرة جدا. It has two A، فيها two A، فيها two buildings مبنيين. أول واحدة buildings. I play football، أنا بلعب كرة قدم. In the A، فين؟ في البلاي جراوند، في الملعب. تاني كلمة بلاي جراوند. طب students الطلاب can play، يستطيعوا ان يلعبوا باسكت بول، كرة سلة، and tennis too، وتنس ايضا. I go to the IT building، بذهب لمبنى تكنولوجيا المعلومات، دي طبعا اختصار information technology. بروح مبنى تكنولوجيا المعلومات to use the ايه، عشان استخدم الايه الكمبيوتر، الحاسب الالي، عشان استخدم الكمبيوتر. مستر احمد، الاستاذ احمد is a teacher، هو المدرس. هو always helps us، اللي دايما بيساعدنا. I like him very much، انا بحبه جدا. سؤال الترتيب. The cake isn't now mom making، يعني الام لا تقوم باعداد الكيك الان، مش بتعمل كيك دلوقتي. يبقى هنقول mom isn't making the cake now، يعني الأم مش بتقوم بإعداد الإيه الكيك أو التورتة الآن. طيب نمبر 2 بيقول لك apartment city center is our in the، يعني شقتنا في وسط المدينة. طيب هنكتب نمبر 2 هنا يا ولاد، ماشي عشان المساحة. هنقول our apartment، شقتنا
is بتكون in موجودة the city center في وسط المدينة. دي نمبر ايه؟ نمبر 2. طيب بعد كده بيقول لك homework does give how often your new teacher، يعني كم مرة معلمك بيعطيك واجب منزلي. يبقى نمبر 3 اهي اجابتها how often، كم عدد المرات does your teacher give you homework، كم عدد المرات اللي مدرسك بيديك فيها واجب منزلي. طب نمبر 4 stay did in long the desert house، يعني كم طول المدة اللي قضوها في الصحراء. دي إجابة نمبر 4. هنقول how long، كم طول المدة did they stay، التي أقاموها in the desert، في الصحراء، كم طول المدة التي أقاموها في الصحراء. How long did they stay in the desert. قلبنا صفحة page 300 صفحة 300. Write an email، اكتب رسالة بريد إلكتروني of about 50 words، من حوالي 50 كلمة، to tell your friend سامح، عشان تخبر صديقك سامح about ماركو بولو، عن المستكشف ماركو بولو. Your name is Ali، اسمك علي، and your email address، وعنوان بريدك الإلكتروني is ali@yahoo.com، and your friend's email address، وعنوان صديقك الإلكتروني السامح@gmail.com، ومديني كلمتين أدخلهم في جمل اللي هي explorer يعني مستكشف، وديزرت صحراء، هنكتب عن ماركو بولو. أول حاجة بيدينا تو يعني إلى، فبكتب فيها البريد الإلكتروني بتاع صديقي. بص هنا مش هو قايلك your friend's email address، عنوان صديقك الإلكتروني إس كذا، فهو ده أول حاجة بتكتبها في الخانة الأولى هنا سامح@gmail.com. طب from من مين هكتب البريد الإلكتروني اللي هو مدهولي ليا؟ هو قال لك your email address، عنوان بريدك الإلكتروني ali@yahoo.com، ده البريد الإلكتروني بتاعك في الإيميل، فتكتبه في تاني خانة هنا من أول ali لغاية com. okay. طيب subject الموضوع احنا عرفنا عن مين؟ عن الموضوع ده يعني عادة بيجي بعد كلمة about، عن ماركو بولو. طيب ببدأ أي إيميل بدير، واسم اللي أنا بعت له دير سامح، عزيزي سامح، وحط كومة فاصلة على السطر. في مقدمة في البداية بقول له how are you and your family، كيف حالك وحال أسرتك، وبعدين أدخل في الموضوع. I want to tell you، أريد أن أخبرك about a famous Italian explorer، أريد أن أخبرك عن مستكشف إيطالي مشهور called ماركو بولو، اسمه ماركو بولو. He was born، هو ولد in 13th century، في القرن الـ13. He had many exciting He had many exciting journeys، هو قام بالعديد من الرحلات المثيرة. He was one of the first people، هو كان واحد من أول الناس from the west، من الغرب، to visit China، بيزور الصين. He went there، ذهب إلى هناك، and wrote، وألف أو كتب a diary، مفكرة about his experiences، عن خبراته. المفكرة دي it's called، بتسمى the travels of ماركو بولو، رحلات ماركو بولو. بعد كده في خاتمة أقول له see you soon، أراك قريبا، وبمضي بقى اسمي في الإيميل yours المخلص ليك علي. Punctuate the following، ده علامات الترقيم للآتي. I went on a fluke on the Nile، أنا ذهبت في مركب شراعي في النيل. I أول حرف كابيتال، وبكتب الجملة went on a fluke on the، طبعا الأماكن المشهورة والأنهار وكده، بكتب أول حرف كابيتال منها، فنايل عندنا أول حرف كابيتال، وفي الآخر أحط فول ستوب نقطة. طيب بعد كده is she living in نيويورك، هل هي عايشة في نيويورك؟ is أول حرف كابيتال، she living in، طبعا نيويورك ده اسم مدينة، فلازم أعمل أول حروف من أسماء المدن كابيتال، نيو ويورك كابيتال برضو. هل هي عايشة في نيويورك؟ الاي والان والواي هيبقوا كابيتال.
بعد كده عندنا activity 8 التدريب رقم 8 الاختبار الثامن page 301 صفحة 301 listen and complete استمع وأكمل. Aunt Samia is a kind woman. She likes all pets. She has a dog. She always feeds her pet. Aunt Samia is friendly. بنتكلم عن العمة سامية، هي سيدة عطوفة بتحب كل الحيوانات الأليفة، عندها كلب دايما بتطعم الحيوان الأليف بتاعها، العمة سامية ودودة. طب أول سؤال بيقول لك Aunt Samia is a woman، سيدة إيه؟ سيدة kind عطوفة. Aunt Samia likes all، بتحب كل البيتس كل الحيوانات الأليفة. She has a إيه؟ عندها إيه؟ عندها dog، عندها كلب. She has a dog. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Can you pass me salt please؟ يعني هل يمكنك أن تناولني، المفروض أقول لبعض الملح للقليل من الملح. طبعا هنا a bit salt القليل من الملح، لأن a few دي salt، طبعا الملح uncountable يعني لا يعد. لما أجي أقول قليل من الحاجة اللي ما بتتعدش بقول إيه؟ بقول a little، لكن الحاجة اللي بتتعد أقول a few. A lot عايزة of بعدها، ومني للعدد، فالملح لا يعد، فما أجي أقول القليل منه أقول إيه؟ a little. طب عمر is good boy، عمر ولد طيب. he is really، هو حقا ايه؟ هو حقا منظم organized. باقي الصفات سلبية، فهو انا بقول هو ولد جيد، يبقى مش معقول مسي لا فوضوي ولا نويزي مزعج ولا كيرلس مهمل. I know the man، انا اعلم الرجل took your mobile، اللي اخد موبايلك. طيب خلي بالكم معايا كده، هنا احنا عندنا عايزين ضمير وصل بمعنى الذي او الذي العاقل، يبقى I know the man who، الذي او الذي العاقل يعني هو. قبل ما نكمل طبعا الشمس بدأت تشرق علينا، بتقول لكم good morning، صباح الخير، يوم سعيد عليكم جميعا يا رب. I need an adult، انا محتاج حد راشد بالغ كبير يعني، to ease a fireworks، عشان يطلق الالعاب النارية on my birthday، في عيد ميلادي. يطلق يعني let off. Number 5 you get a prize last year، هل حصلت على جائزة العام الماضي؟ طبعا الكلام في الماضي البسيط، وانا عايز اسأل سؤال بمعنى هل، فهسأل بديت. There are a lot of a to help in the project، في كثير من الايه هيساعدوا في المشروع. المونيومنتس الاثار، الكيميكالز المواد الكيميائيه، البرفيومز العطور، ولا الفولنتيرز المتطوعين. فطبعا هنقول في كثير من الايه الفولنتيرز المتطوعين. What are Noha and Dahlia، ماذا عايز اقول يصنع نوها وداليا؟ طبعا السؤال هنا في زمن المضارع المستمر، بعد ار بياتي الفعل المضاف له اي ان جي، يبقى what are Noha and Dahlia doing، بيعملوا ايه نوها وداليا الان؟ A is a traditional Egyptian sailboat، قارب مصري شراعي تقليدي، ده اسمه ايه؟ اسمه فلوكة. القارب الشراعي المصري القديم اسمه فلوكة، هنا فلوت يعني مزمار، وخشب، وستيك يعني يلصق. قلبنا الصفحة بيج 302 صفحة 302 read and match، اقرأ وصل. شاي خجول means to be، معناها ان انت تكون worried، قلق about talking to people، قلق من التحدث مع الناس، يبقى number 1 هنوصلها بدي. Did the ancient Egyptians، هل المصريين القدماء grow barley، زرعوا شعير to make bread، عشان يصنعوا الخبز، يبقى number 2 بA. طبعا احنا خدنا ان بارلي يعني شعير، حاجه زي القمح كده بيطحنوها ويعملوها ايه؟ خبز. I baked a plate of ايه، انا بنقول خبزت طبق من الايه؟ من الديليشس كوكيز، من الكعك اللذيذ، يبقى نمبر 3 هنوصلها ب سي. They are decorating، هم بيزينوا the birthday cake، تورته عيد الميلاد، نمبر 4 هنوصلها ب بي. Read the text، اقرأ النص and answer the questions، وأجب على الأسئلة. Egypt is a country in North Africa، مصر بلد في شمال أفريقيا. Most of Egypt، معظم مصر، is desert، صحراء. Egypt has the longest river in the world، مصر عندها أطول نهر في العالم. The Nile، نهر النيل. Many tourists، كثير من السائحين، come to visit Egypt، بيجوا يزوروا مصر، from all over the world، من جميع أنحاء العالم. They come to enjoy، بيأتوا لكي يستمتعوا. The sunny weather، بالطقس المشمس. They go to Luxor، بيذهبوا إلى الأقصر and أسوان. To see the great monuments، عشان يشوفوا الآثار الرائعة.
They can also يمكنهم أيضا visit the pyramids زيارة الأهرامات and the Sphinx وأبو الهول in Giza في الجيزة. They can take يستطيعوا أن يلتقطوا a lot of photos الكثير من الصور الفوتوغرافية of the pyramids للأهرامات. هرجادة الغردقة is a famous town مدينة مشهورة for tourists للسائحين. They can do يستطيعوا أن يفعلوا many activities زين يستطيعوا أن يقوموا بالكثير من الأنشطة هناك. They can swimming يستطيعوا أن يسبحوا and go diving ويغطسوا in the sea في البحر. They can relax يستطيعوا أن يسترخوا on the beach على الشاطئ. طب أول سؤال بيقول لك Egypt is a country مصر بلد in A Africa موجودة مصر في A في شمال إفريقيا North Africa. Egypt has the longest A in the world عندها أطول A في العالم مصر عندها أطول نهر river. What can tourists do in Hurghada? يعني السائحين ممكن يعملوا إيه في الغردقة؟ في آخر سطر عندنا هنا قال لنا they can swim يستطيعوا أن يسبحوا and go diving ويذهبوا للغوص in the sea في البحر. يبقى دي إجابة number 3 هنكتبها في الفراغ هنا. طب why do tourists ليه السائحين go to أسوان and Luxor بيروحوا أسوان والأقصر؟ هنا عندنا بيقول لك they go to Luxor and Aswan to see the great monuments عشان يشوفوا الآثار الرائعة أو العظيمة. يبقى دي إجابة number 4 هنكتبها طبعا في الفراغ الخاص بنمبر 4. Page 303 صفحة 303 سؤال التصحيح correct. I have a little t-shirts I need to buy more. أنا عندي القليل من التيشيرتات أنا عايز أشتري المزيد. طبعا التيشيرتات بتعد عايز أقول قليل للذي يعد ما أقولش a little أقول a few. القليل من التيشيرتات يبقى a few t-shirts لكن a little دي للحاجة اللي ما بتتعدش زي مثلا أقول إيه أنا بشرب a little sugar سكر قليل كده لكن الحاجة اللي بتتعد أقول a few يعني بمعنى قليل من. If you pressed the button لو أنت this button لو أنت ضغطت على هذا الزرار the machine starts هتشتغل إيه الآلة هتبدأ في إيه في العمل. طب أنا عندي هنا قاعدة F الحالة الصفرية بيجي بعدها مضارع بسيط والناحية التانية مضارع بسيط برضو. طب المفروض بعد you بيجي الفعل في المصدر في المضارع البسيط يبقى أقول if you press بس هنشيل الإضافة بقى لو أنت ضغطت على هذا الزرار الإيه الآلة هتعمل. The person الشخص which is standing there الشخص اللي واقف هناك ده is my uncle هو عمي. طبعا الشخص ده عاقل يبقى ما نقولش which عايزين ضمير وصل بمعنى الذي او التي العاقل هو هو. Number 4 how old do you watch TV 3 times. طيب هنا بيقول لك بقى المفروض انا بيسالني بيقول لي كم مره بتشاهد التلفزيون فانا بقول له 3 مرات بسال عن عدد المرات ب how often كم عدد المرات. How often do you watch TV? بتشاهد التلفزيون كم مرة؟ 3 times 3 مرات. بعد كده سؤال الترتيب ماس how many did problems do you يعني كم عدد المسائل الحسابية التي تقوم بحلها؟ بنقول how many ماس problems did you do. How many math problems did you do? كم عدد المسائل الحسابية التي قمت بحلها؟ طب favorite football game my is يعني كرة القدم هي رياضتي المفضلة يبقى نقول football is كرة القدم بتكون my favorite game لعبتي المفضلة بتكون لعبتي المفضلة. Go we to the want beach to يعني نحن نريد الذهاب للشاطئ. We want to go to the beach. Are New York many there parks in يعني يوجد الكثير من الحدائق العامة في نيويورك. There are many parks in New York. يوجد الكثير من الحدائق العامة في نيويورك. Write a paragraph اكتب فقرة إنشائية عن book day party حفل يوم الكتاب وهنا بيقولك dress up يرتدي وبرايز جائزة.
Last Monday الاثنين الماضي was a book day party كان حفل يوم الكتاب at school في المدرسة. The school told us المدرسة أخبرتنا to dress up إن احنا نرتدي as our favorite characters كشخصياتنا المفضلة from our favorite books من كتبنا المفضلة. I dressed up أنا ارتديت as Snow White زي Snow White لبست لبس زي Snow White. I was so beautiful كنت جميلة جدا and I won the first prize وفزت بالجائزة الأولى because I had the best costume عشان أنا كان معايا أفضل زي إيه خاص بمناسبة. طيب بعد كده we drank juice شربنا عصير and ate delicious snacks وأكلنا وجبات خفيفة لذيذة. We were very happy كنا سعداء جدا. It was a nice day كان يوما لطيفا. علامات الترقيم they are playing with the balloons هم بيلعبوا بالبالونات زي أول حرف كابيتال وي عندنا ار فيها هنا ابوستروفي فاصلة عليا وفي الاخر هنحط فول ستوب بنقطة. طب why isn't سلمى at the party ليه سلمى مش موجودة في الحفلة يبقى why او الحرف كابيتال وي isn't فيها ابوستروفي فاصلة عليا وفي الاخر هحط question mark علامة استفهام عشان ده سؤال. بعد كده عندنا activity 9 التدريب التاسع بيج 304 صفحة 304 listen and write true or false استمع واكتب صواب ام خطأ. Living in green cities العيشة في مدن خضراء is amazing مذهل. People want to live الناس تريد أن تعيش in good weather في الطقس الجيد. Green cities المدن الخضراء help the weather to become cool and nice بتساعد الطقس إن هو يبقى لطيف. We can plant يمكننا إن احنا نزرع lots of trees كثير من الأشجار and the plants والنباتات in the gardens في الحدائق and keep these cities clean ونحافظ على نظافة هذه المدن. طب اول سؤال بيقول لك it's amazing يعني من المذهل to live in green cities ان انت تعيش في مدن خضراء الكلام ده true صحيح طبعا المدن الخضراء والمدن الجديده بتبقى جميله جدا. طيب the weather الطقس is nice بيبقى لطيف and cool و يعني بارد قليلا رائع يعني لطيف برضو in green cities في المدن الخضراء طبعا. People want to live in cold weather الناس بتحب تعيش في الطقس البارد لا هي يعني هو ألف قطعة في الطقس الجود ويزر في الطقس الجيد يبقى الكلام ده فولس خطأ. In green cities في المدن الخضراء there are many gardens بيبقى في كثير من الحدائق ايوه فعلا الكلام ده هو ترو صحيح. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. I sent a or an to my friend for my birthday أنا أرسلت لصديقي عشان خاطر عيد ميلادي بعت له ايه بعت له دعوه والدعوه يعني invitation. هنا بوك كتاب دايري مذكره وفويج اللي هي الرحله البحريه لا انا بعت له دعوه عشان يحضر عيد ميلادي يعني. طب بيز النحل ار انسكتس هي حشرات ميك هاني الحشرات التي تصنع العسل. طب خلي بالكم بقى معايا انا هنا عندي الايه الحشرات دي غير عاقل فانا محتاج هنا الذي او الغير العاقل اللي هو ويتش هي النحل هو الحشرات التي تصنع الايه العسل. طيب can you give me هل تستطيع ان تعطيني the A of your recipe ممكن تديني المقادير او المكونات بتاعه الوصفه. طيب ingredients يعني مقادير او مكونات لكن games العاب seeds بذور perfumes عطور. I often get up انا غالبا بستيقظ ليت متاخره Fridays في ايام الجمعه. طيب خلي بالكم معايا بقى احنا قلنا من زمان قوي من السنه 5 بنقول لما يكون في يوم من ايام الاسبوع عايز اقول في اليوم ده احط قبله preposition on حرف الجر on بمعنى on Fridays في ايام الجمعه. The film الفيلم we saw اللي احنا شاهدناه yesterday بالامس was ايه كان ماله؟ nervous متوتر شاي خجول exciting مثير worried قلق. طبعا عايز اوصف الفيلم ان هو كان ايه بقى ان هو كان exciting مثير. How do you visit your grandparents؟ قالك twice a week مرتين في الأسبوع. عايز أقول لك إيه كم عدد المرات اللي أنت بتزور فيها جدودك؟ فقال مرتين في الأسبوع. يبقى how often كم عدد المرات؟ My uncle keeps عمي بيربي geese on his farm بيربي وز في الإيه في المزرعة بتاعته. طيب هنا any يعني أي بتيجي في الجملة المنفية والجملة دي مثبتة. Much يعني كثير للكمية وطبعا الوز بيتعد ما ينفعش. A little يعني قليل للكمية وهنا طبعا الوز بردك بيتعد مش كمية
طب الحاجة الوحيدة اللي هتنفع a lot of، يبقى عمي بيربي كثير من الجيز الاوز on his farm. جيز اوز المفرد بتاعه وزة بقى، الاوزة الواحدة اسمها جوز. We my sister's birthday party last week، احنا احتفلنا بحفل عيد ميلاد اختي الاسبوع الماضي. طب احتفلنا يعني celebrated، احتفلنا. بعد كده عندنا بيج 305 صفحة 305 read and match، اقرأ وصل. He visited his grandma، هو زار جدته in اسماعيلية، في اسماعيلية last summer، الصيف الماضي. number one هنوصلها بدي. هالة is ميسي، هالة فوضوية. She has lots of books، لديها الكثير من الكتب. on the floor على الأرضية. two هنوصلها بسي. early spring في الربيع المبكر، في أول الربيع يعني. is the best season، ده بيبقى أفضل فصل. to harvest seeds، ان احنا نحصد البذور. in the ground من الارض. طيب يبقى عندي number 3 ب A. what do you usually، يعني انت عادة do at شم النسيم، عادة انت بتعمل ايه في شم النسيم. يبقى number 4 هنوصلها ب B. read the text and answer the questions، اقرأ القطعة واجب عن الاسئلة. I went to the library yesterday، انا ذهبت الى المكتبة بالامس. To read a book، عشان أقرأ كتاب. About life، عن الحياة. In ancient Egypt، في مصر القديمة. I found out، يعني اكتشفت. That their life، إن حياتهم. Wasn't different، ما كانتش مختلفة. From our life today، عن حياتنا اليوم. They grew fruit، هم كانوا بيزرعوا فواكه. And vegetables، وخضروات. They grew، هم زرعوا. Wheat، قمح. And barley، وشعير. To make bread، لكي يصنعوا الخبز. To أيضا. They kept animals، كانوا بيربوا حيوانات. At home، في البيت. To get milk، عشان يحصلوا على اللبن. Eggs، البيض. Meat، اللحم. And cream، والكشدة أو الكريمة. They also، هم أيضا. Used، استخدموا. Herbs، الأعشاب. And spices، والتوابل. To make their food taste better، عشان يخلوا طعم الأكل بتاعهم أفضل يعني. They dried fish، هم جففوا السمك. And used salt، واستخدموا الملح. To preserve، عشان يحفظوا some of their food، بعض من الأطعمة بتاعتهم. طب أول سؤال بيقولك life in ancient Egypt، الحياة في مصر القديمة. was إيه our life today، كانت إيه عن حياتنا اليوم. هبص كده معايا في السطر التاني، قالك الحياة في مصر القديمة. wasn't different، ما كانتش مختلفة. from our life today، ما كانتش مختلفة، يعني زي حياتنا الوقتي. حياة أيام الفراعنة ما كانتش مختلفة عن أيامنا. يبقى like our life today، like هنا مش معناه يحب أو يعجب، معناها مثل. يبقى الحياة في مصر القديمة was like، كانت مثل our life today، حياتنا اليوم. طيب number 2 بيقول لك the word preserve، كلمة preserve يحفظ. means معناها to make food، ان انت تجعل الطعام last، يستمر. for ايه؟ يستمر مدة أطول. for longer، لمدة أطول. طب why did the ancient Egyptians، ليه المصريين القدماء keep animals، كانوا بيربوا الحيوانات. تعالوا نجيب من الفقرة اهو. they kept animals at home to get milk، عشان يحصلوا على اللبن. eggs، بيض. meat، اللحم. and cream، والقشطة. يبقى دي كده number 3 هنكتبها هنا يا ولد. okay. طيب what did they grow، يعني هم زرعوا ايه. to make bread، عشان يصنعوا الخبز. طيب عندنا هنا برضك نفس الكلام. they grew wheat، زرعوا قمح. and barley، وشعير. to make bread، عشان يعملوا الخبز. يبقى دي إجابة number 4 اللي احنا حاطين خط تحتها بالأحمر دي، ونكتبها هنا في الفراغ. 306 306 complete the sentences with the correct form in practice، يعني أكمل الجمل بالصيغة الصحيحة. did you wear your favorite dress in the party، هل انت ارتديت زيك المفضل في الحفلة. طبعا بعد did يأتي الفعل في المصدر من غير إضافات. طب المصدر بتاع wore اللي هو wear، w e a r. طيب مستر وليد، الأستاذ وليد، always comes late to work، دايما بيجي متأخر للعمل. he likes to be on time، هو بيحب يكون في الوقت المحدد. طب هو بيحب يبقى في الوقت المحدد، يبقى دايما بيجي متأخر ولا أبدا ما بيجيش متأخر. يبقى بدل always هنخليها never، أبدا لا يأتي متأخرا إلى العمل، لأن هو بيجي في الوقت المحدد. طيب how many do you work in the community garden،
قال لك 3 تايمز ا ويك، 3 مرات في الاسبوع. يبقى انا قلت له كم عدد المرات اللي انت بتشتغل فيها في حديقه المجتمع؟ قال لي 3 مرات. طب كم عدد المرات يعني هاو اوفن؟ دايما لما تكون الاجابه وانس ا ويك، 3 تايمز، تو توايس ا ويك مثلا كده، يبقى في الحاله دي كان السؤال بهاو اوفن، كم عدد المرات، اوكي؟ مش هاو ماني. هاو ماني يعني كم مره للحاجات اللي بتتعاد، لكن هنا هاو اوفن، كم عدد المرات. طيب اي لايك most types، انا بحب معظم انواع فروت الفاكهه، so I don't like mangoes، لذلك انا بحب المانجا، ما بحبش المانجا. لا، انا هنا في تناقض بين الجملتين، واحد بيقول انا بحب معظم انواع الفاكهه، المفروض بقى لكن ما بحبش المانجا، تمام كده؟ فلكن يعني but، في هنا تناقض، فبربط بين الجملتين اللي بينهما تناقض ببط يعني لكن. سؤال الترتيب in داليا A science interested in، يعني داليا مهتمة بالعلوم، يبقى نقول داليا is interested in science. طب was your trip where last، يعني أين كانت رحلتك الأخيرة، where was your last trip. First in it's Aswan my time، يعني دي أول ما مرة ليا في أسوان، أول مرة ليا أسوان يعني، يبقى it's my first time in أسوان، هذه أول مرة لي في أسوان. Singles with how عادل are you، يعني كيف تسير الأمور معك يا عادل، يبقى how are things with you. طبعا عادل ده منادى، أنا يعني بوجه له الكلام، يبقى حط إيه هنا كومة فاصلة على السطر وأقول اسم عادل في الآخر. How are things with you عادل، كيف تسير الأمور معك يا عادل. Write paragraph of about، اكتب paragraph عن study tips، يعني نصائح المذاكرة، ومديني سؤالين كده يرشدوني في تكوين الجمل، زي should I take a break، هل ينبغي ان انا اخد فترة استراحة او فسحة. What should I eat، ماذا ينبغي ان اكل. I am taking my exams next week، أنا سوف أخذ امتحاناتي الأسبوع القادم. So لذلك our teacher، المدرس بتاعنا give us، أعطانا some study tips، بعض نصائح المذاكرة. We should study very hard، ينبغي إن احنا نذاكر بجد جدا. We should have regular breaks، ينبغي أن نحصل على فترات استراحة منتظمة، to feel relaxed، عشان يعني نشعر بالاسترخاء. We shouldn't worry، ينبغي علينا ألا نقلق. It's important، من المهم to eat healthy food، إن احنا ناكل طعام صحي. And sleep، وننام for 8 hours، 8 ساعات a night في الليل. We should also، ينبغي علينا أيضا do sports، إن احنا نمارس الرياضة. And have fun، ونمرح sometimes أحيانا. But we should study well، لكن ينبغي علينا إن احنا نذاكر بشكل جيد. طبعا هنا انا في الباراجرافات ديت انا بديكم فكره، حضراتكم ممكن تضيفوا عليها، ممكن تطوروا فيها، طبعا يبقى ايه حاجه جميله جدا لو اضفتوا اضافات من عندكم. بعد كده عندنا الاختبار العاشر الازهر اكتيفيتي، اختبار خاص بالازهر الشريف، بيج 307 صفحه 307. listen and choose the correct answer، استمع واختار الاجابه الصحيحه. Cats are my favorite animals، القطط حيواناتي المفضلة. They are beautiful، هم شكلهم جميل. With soft fur، والفرو بتاعهم ناعم. Which is nice to touch، اللي هو لطيف الملمس. They are clean، هم نضاف. And calm animals، وحيوانات هادئة. Which are usually friendly، اللي هم بيبقوا عادة ودودين. طب ايه are my favorite animals، ايه حيواناتي المفضلة، زي ما هو قال الكاتس، القطط. Cats are beautiful with soft، القطط جميلة وعندها soft ايه، soft fur، فرو ناعم. Which is nice to touch، اللي هو لطيف الملمس يعني. Read and complete the dialogue، اقرأ واكمل المحادثة. طبعا لما يجينا سؤال محادثة المفروض ان انا اقرأ الكلمات اللي هو مديها لي كويس، وكمان اقرأ المحادثة كاملة وبعدين ابدأ احل. طب هنا did هنا بفعل مساعد في الماضي، بيجي بعد اداة الاستفهام. Fireworks، العاب نارية. وكارنيفال، اللي هو احتفال.
Where did you go yesterday? إلى أين ذهبت بالأمس؟ I went to the عايزين مكان بقى رحت فين؟ رحت الكارنيفال الإيه الاحتفال أو المهرجان. What did you see there؟ ماذا رأيت هناك؟ What did you see there؟ فقال there were a lot of إيه كان في الكثير من الفايرووركس الألعاب النارية. Fireworks يعني ألعاب نارية. قلبنا الصفحة 308 308 read and choose the correct answer اقرأ واختار الإجابة الصحيحة. غادة is going on vacation. غادة رايحة أجازة. She is traveling to شرم الشيخ. هي رايحة شرم الشيخ. By plane بالطائرة. She is packing her suitcase. بتجهز شنطتها بتاعت السفر. She is going to take سوف تأخذ her swimming suit and t-shirt. T-shirts يعني هي هتاخد معاها بدلة السباحة وتيشيرتات. She likes diving in the Red Sea. هي بتحب تغطس في البحر الأحمر. And going quad biking وتركب درجات رباعية in the desert في الصحراء. She will visit سوف تزور Saint Catherine's Monastery. سوف تزور دير سانت كاترين تو أيضا. شرم الشيخ is an amazing town. شرم الشيخ مدينة مذهلة. طب أول سؤال بيقولك غادة is traveling by غادة هتسافر بالإيه؟ بالبلين بالطائرة. غادة is going to A her clothes سوف تقوم بإيه؟ إنها تعد الملابس بتاعتها يعني باك باك يعني يعد حقيبة السفر. غادة likes غادة بتحب in the Red Sea بتحب تعمل إيه في البحر الأحمر؟ إنها تغطس وتغطس يعني diving. هنا عندي exploring استكشاف وrelaxing استرخاء لا هي بتغطس diving. غادة is going quad biking غادة هتركب درجات رباعية in the ايه في الصحراء in the desert. شرم الشيخ is an amazing شرم الشيخ amazing ايه amazing town يعني مدينة مذهلة. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. The weather is usually الطقس عادة hot حار in Egypt في مصر in ايه الطقس بحر فين في أيام ايه في أيام السمر في أيام الصيف لا في الوينتر الشتاء ولا في الخريف الفول بيبقى حر في الصيف. I usually get up أنا عادة بستيك 6 o'clock في الساعة السادسة. طبعا مع الساعة بحط قبلها حرف الجر at بمعنى في. Okay. At 6 o'clock يعني في الساعة السادسة تماما. We grow vegetables إحنا بنزرع خضروات وإيد عشان ناكلها and sometimes وأحيانا we sell them بنبيعهم in the إيه بنبيعهم فين في الماركت في السوق. الصفحة اللي بعدها. If we book the tour today لو احنا حجزنا الجولة النهاردة it cheaper يعني هتكون أرخص سعرا يبقى هنقول it is cheaper سوف تكون أرخص. طبعا عندنا هنا if الحالة الصفرية بيجي بعد if مضارع بسيط والناحية التانية بردك ايه مضارع بسيط. خلي بالكم معايا ان كلمة book هنا يعني يحجز مش معناها كتاب. طبعا كلمة book لو جت noun اسم يبقى معناها كتاب لو جت فعل verb يبقى معناها يحجز. okay. طيب داليا is the girl داليا هي البنت sits next to me in the English class هي البنت اللي بتجلس جنبي بتقعد جنبي في حصة اللغة الإنجليزية. طيب خلي بالكم بقى معايا ان داليا ديت عاقل يبقى اما انا اقول الذي او التي للعاقل بقول ايه هو البنت التي تجلس بجواري في ايه في حصة اللغة الإنجليزية او في فصل اللغة الإنجليزية فاحنا عندنا هنا هنستخدم هو. سؤال الترتيب go you do two parties يعني هل تذهب إلى حفلات يبقى نقول do you go to parties هل تذهب إلى حفلات. Tickets we yesterday online booked إحنا حجزنا تذاكر عبر الإنترنت بالأمس يبقى نقول إيه yesterday بالأمس we booked tickets online. عندنا هنا اخيرا ايه فول ستوب نقطه. Yesterday we booked tickets online امبارح حجزنا تذاكر عبر الانترنت. طب candles children to blow out like with a press on one يعني بيقول لك الأطفال بتحب تطفي الشموع بنفس واحد يبقى نقول children like children like to
blow out the candles. With one breath. يعني الأطفال بتحب تدفي الشموع بنفس واحد. Write a short paragraph of five sentences. عندنا في الأزهر الشريف بنكتب الفقرة الإنشائية من خمس جمل وهنكتب عن your visit to the Babs Wayla Minaret. يعني زيارتك لمأذنة Babs Wayla. Last week الأسبوع الماضي I went to the Babs Wayla Minaret. ذهبت إلى مأذنة Babs Wayla. I went there with my family. ذهبت إلى هناك مع أسرتي by car بالسيارة. We climbed the minaret. إحنا تسلقنا المأذنة. We watched the sunset. شاهدنا غروب الشمس over the city فوق المدينة. We had a great time there. قضينا وقت رائع هناك. We went to home. رجعنا البيت in the evening في المساء. We will visit this beautiful place again. سوف نزور هذا المكان الجميل مرة أخرى. بعد كده عندنا الأزهر Activity 11 الاختبار رقم 11 ده تدريب للأزهر الشريف Page 310 صفحة 310 Listen and choose the correct answer استمع واختار الإجابة الصحيحة I enjoy sitting on the river Nile at night أنا بستمتع بالجلوس عند نهر النيل بالليل I can see the amazing views أستطيع أن أرى المناظر الطبيعية المذهلة around the river حول النهر I can go on a fluka يعني أستطيع أن أذهب على متن قارب شراعي on the river في النهر When I ride the fluka لما بركب القارب الشراعي I can see tall buildings بستطيع أن أنا أرى مباني طويلة and big hotels وفنادق كبيرة طب أول سؤال I can go أستطيع أن أنا أذهب on a on the river أستطيع أن أنا أذهب على إيه في النهر أستطيع أن أنا أذهب على متن فلوكة قارب شراعي I can see the amazing views أستطيع أن أنا أرى المناظر المذهلة around the حول إيه حول الريفر النهر Read and complete the dialogue اقرأ وأكمل المحادثة هنكمل باستخدام afraid يعني خائف Read. We climb يتسلق We why لماذا هاني بيقول لياسر Why don't we go to Babs Wayla Minaret ولما لا نذهب إلى مأذنة Babs Wayla ده طبعا اقتراح فقال له But I can't is a minaret لكن أنا ما أقدرش أتسلق المأذنة يتسلق يعني climb فقال له إيه قال له Why لماذا فقال له because I am a of heights عشان أنا بخاف من المرتفعات I am afraid I am afraid of heights يعني أنا بخاف من المرتفعات Read and choose the correct answer اقرأ واختار الإجابة الصحيحة My friend أشرف صديق أشرف is organized منظم His room غرفته is always tidy دايما مرتبة He studies hard هو بيذاكر بجد for his exams من أجل امتحاناته All the students كل الطلاب in his class في فصله like him بيحبوه because he is helpful عشان هو متعاون He likes spending هو بيحب يقضي his vacation الأجازة بتاعته outside بالخارج He can do some exercise too يمكنه أيضا القيام ببعض التدريبات الرياضية أيضا طب أول سؤال أشرف إز إيه؟ أشرف إيه؟ ماسي فوضوي ولا شيخ خجول ولا أورجنايزد منظم؟ لا هو قال لك عليه إن هو منظم يبقى أورجنايزد. أشرف إز إيه؟ إز تايدي إيه اللي عند أشرف منظم؟ قال إن غرفته هي المنظمة يبقى إيه الروم بتاعته الغرفة بتاعته. بعد كده صفحة 311 All the إيه لايك أشرف كل مين بيحب أشرف؟ قال إيه؟ كل الطلاب بيحبوا أشرف All students. أشرف hard for his exams. أشرف بيذاكر بجد من أجل الامتحانات يبقى studies. يذاكر. أشرف likes أشرف بيحب spending his vacation بيحب يقضي الأجازة بتاعته فين؟ خارج المنزل outside. خارج المنزل. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. My father always بابا دايما comes home يعني بيأتي للبيت midnight في منتصف الليل مع midnight عايز اقول في منتصف الليل اقول at midnight احط حرف الجر at قبلها بمعنى في we can get cream يمكن الحصول على القشدة from a من a من الجيز من الاوز ولا كاوز البقر ولا الدكس البط طبعا من الكاوز من البقر
if we travel to أسوان، لو احنا سافرنا أسوان by plane بالطائرة، it quicker، هتكون أسرع. it إيه قاعدة if الشرطية الحالة الصفرية، لازم هنا بقى مضارع بسيط، يبقى it is quicker، هتكون أسرع. my sister can invitations online، أختي تستطيع إرسال الدعوات عبر الإنترنت. يبقى هنقول my sister can إيه بقى؟ can send، ترسل. هنا hang يعلق وديكوريتي زين. How salt do you want in your food؟ كم كمية الملح اللي انت عايزها في طعامك؟ طبعا كلمة salt uncountable، يعني مش بتعد، بتعامل معاملة المفرد. فما اجي اقول كم الكمية اقول how much، كم كمية الملح اللي انت عايزها في طعامك. سؤال الترتيب my diary travel it's، يعني انها يوميات سفري، يبقى نقول it's my travel diary. have we left a lot of do cake، يعني هل احنا لدينا الكثير من الكيك المتبقي، في يعني في كيكه متبقيه او تورته متبقيه. do we have a lot of، هل لدينا الكثير of cake، من الكيك. left هنا بمعنى ايه؟ متبقي، يعني في لسه كيكه كتير متبقيه. يعني fun at the carnival زاهد، يعني هما يعني استمتعوا في الكرنفال، يعني يبقى نقول ايه زي، او ما راحوا في الايه في الكرنفال. زي هاد فن اد ذا كرنفال. زي هاد فن اد ذا كرنفال. في بيج 312 صفحة 312 رايت ا شورت باراجراف، اكتب فقرة إنشائية قصيرة عن البرفيومز، العطور. ان انشنت ايجيبت، في مصر القديمة. The ancient Egyptians، المصريين القدماء، used strong perfumes، استخدموا عطور قوية. they loved them very much، احبهم جدا. the most popular perfume، يعني العطر الاكثر شعبية او اللي كان محبوب اكتر حاجة، was called، كان بيسمى كابت، كان اسمه كابت. it was very expensive، كان غالي جدا. cheaper perfumes، البرفانات الارخص سعرا، were made from flowers، كانت بتصنع من الزهور. and herbs، والاعشاب. ممكن اكمل جملة كمان اكتبها لكم كده بالطول كده عشان ما فيش مكان هنا. في جملة انا كتبتها لكم زيادة اهي، زي لقد هم احبوا to care themselves، ان هم يعتنوا بانفسهم. طب نلف لكم الكتاب كده شوية عشان تشوفوها بشكل اوضح. they loved to care themselves، احبوا الاعتناء بانفسهم. ده باراجراف عن العطور في مصر القديمة. اخر اكتيفيتي معانا النهارده تدريبات لطلاب الدمج، ده التدريب رقم 12 بيج 312 في صفحه 312. هنكمل الفقره هنا، بيقول لك ريد اند كومبليت، كمل الفقره باستخدام بالونز، يعني بالونات. فاير ووركس، العاب ناريه. وهانج يعني علقه، علق زينه مثلا. وسنت ارسله. My mother's birthday، عيد ميلاد أمي، was yesterday، كان بالأمس. We were busy، كنا مشغولين all day، طول اليوم. I ate up the streamers، أنا علقت أشرطة الزينة، يبقى I hung up، علقت أشرطة الزينة. My brother، أخويا، blew some، أخويا نفخ بعض البالونز، البالونات. My sister is the invitations، أختي أرسلت الدعوات، sent the invitation online، بعتت ال invitations online عبر الإنترنت. My father bought a big chocolate cake، بابا اشترى يعني اشترى تورتة شوكولاتة كبيرة. We had a nice time، قضينا وقت لطيف. and gave presents، وأعطينا الهدايا to my mother، لأمي. يبقى أول كلمة hang، والتانية balloons، والتالتة sent. read and match، اقرا وصل. she has long، هي لديها long black hair، شعر اسود طويل. يبقى اول واحده نوصلها بسي. friendly people، الناس الودودين. are ايه مالهم؟ nice، بيبقوا لطاف to others، للاخرين. and helpful، ومتعاونين. number two هنوصلها بإي. which spices، اي التوابل. which spices did you
put in your cooking اللي انت بتحطها في الطبخ بتاعك. Number 3 بـA. I went to أنا ذهبت إلى دهب مدينة دهب with my grandparents مع أجدادي. ده طبعا مدينة دهب مدينة جميلة جدا موجودة في شبه جزيرة سيناء. أنا ذهبت مع أجدادي إلى دهب يبقى عندي number 4 هنوصلها بـB. Read the text اقرأ الآتي and answer the questions وأجب على الأسئلة. I love my town هرجادة أنا بحب مدينة الغردقة. It's an amazing place إنها مكان مذهل. Tourists السائحين visit it بيزوروها from all over the world من جميع أنحاء العالم. There are lots of things يوجد الكثير من الأشياء to see ممكن تشوفها and places وأماكن to visit there ممكن تزورها هناك. Tourists السائحين can dive يمكنهم أن يغطسوا in the sea ممكن يغوصوا في البحر and explore the town ويستكشفوا المدينة. There are lots of stores في كثير من المتاجر to buy many things عشان تشتري منها الكثير من الأشياء. طيب نكمل في الصفحة اللي وراها. طبعا دي آخر صفحة عندنا في الكتاب والحمد لله صفحة 313. طيب choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. دي أسئلة على الفقرة اللي لسه قرأينها بتاعة الغردقة. هرجادة is an amazing هرجادة دي amazing إيه؟ amazing town يعني مدينة مذهلة. Tourists السائحين كان إيه in the sea السائحين يستطيعون هم يعملوا إيه في البحر إن هم يغطسوا في البحر يعني يغوص يعني ضعيف. There are إيه to buy things يعني يوجد إيه بتشتري منها الأشياء يوجد stores متاجر. Come from all over the world to visit هرجادة مين اللي بيجي من جميع أنحاء العالم عشان يزور الغردقة طبعا الإيه السائحين التورستس. Choose the correct from the following sentences from A, B, C or D. اختار الجمل الصحيحة. عندنا هنا جملة متلخبطة. تمام؟ الكلمات متلخبطة. عليا ان انا ارتبها عشان تبقى جملة صحيحة ذات معنى. طب هنا celebrated are the world birthdays all over. عايز اقول ان الاعياد الميلاد بيحتفل بها في جميع انحاء العالم. يبقى نختار الاختيار نمبر B اللي هو birthdays أعياد الميلاد are celebrated بيتم الاحتفال بها all over the world في جميع أنحاء العالم. طيب number 2 many you have lemons did يعني كم عدد الليمونات اللي انت بتملكهم يبقى هنقول هنا how many lemons did you have. طبعا بعد how many بيجي ايه اسم جمع فهي دي الوحيدة اللي هتبقى مظبوطة. بعد كده عندنا ترتيب الباراجراف. الباراجراف جايين لنا متلخبط جمل متلخبط علينا ان احنا نرتبها عشان يبقى باراجراف سليم ومظبوط. طيب اول حاجه هنا بيقول لك بص كده I was happy to meet them انا كنت سعيد ان انا قابلتهم. I was nervous and shy انا كنت متوتر وخجول. My first day at school was yesterday اول يوم ليا في المدرسه كان امبارح. I met friendly students قابلت طلاب ودودين. طيب اول حاجه اقول ده كان اول يوم ليا في المدرسه امبارح يبقى my first day at school was yesterday يبقى دي نمبر 1. طيب بعد كده I was nervous and shy انا كنت متوتر وخجول دي نمبر 2. I met friendly students انا قابلت طلاب ودودين دي نمبر 3. واخر واحده I was happy to meet them انا كنت سعيد ان انا قابلت الطلاب ده انا كنت سعيد ان انا بقابل الطلاب دي. I was happy to meet them. انتهينا والحمد لله من شرح وحل كل كتاب منهج الصف السادس الابتدائي بيت باي بيت ترم اول 2024. انتظروني ان شاء الله في الترم الثاني. بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله واشوفكم كده وانتم فرحانين بالمجاميع الجميله والنجاح الباهر كده ان شاء الله. اتمنى من حضراتكم ان انتم تفتكروني بدعوه حلوه كده ولكم بالمثل ان شاء الله. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.